السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد من كورس الـ ASD. النهاردة إن شاء الله هنتعلم درس مهم جدا، وهو إزاي نراجع على البي بي إس. خلينا نبدأ بأول طريقة تقليدية في مراجعة البي بي إس، ألا وهي إن أنت بتصدر الرسمة اللي قدامك دي، تعمل لها إكسبورت للأوتوكاد. آدي الفايل بتاعنا نفس الاسم وفي الآخر فروم ASD. تعالى نفتح كده الفايل ده مع بعض ونشوف هنراجع البي بي اس ازاي. ده الفايل الكاد اللي احنا صدرناه من الاي اس دي. تعالى نشوف كده هنراجعه ازاي. طبعا لو بصينا على الجدول بتاعنا، البي بي اس بتاعنا هتلاقيه بترقم من هنا من اول واحد لحد 35. طبعا عشان انت تراجع ال 35 سيخ دول، يعني الموضوع هيبقى مرهق شويه، فانت بتختار مثلا بشكل عشوائي كده 3 4 ارقام وتراجع عليهم. انا عن نفسي بختار الاسياخ اللي عددها كبير، يعني مثلا هنا السيخ رقم واحد عدده 1440. طيب تعالى بقى نراجع السيخ رقم واحد ده. بنعمل كده ازاي؟ بنيجي على البار مارك ده ايا كان. طبعا بالصدفه هنا انا عارف البار مارك رقم واحد، لكن لو انت مش عارف هتيجي تختار مثلا ده، رايت كليك سيلكت سيمبلر كده، اختار كل البار مارك. لاحظ معايا ان في بار ماركات برده ما اختارهاش، فانت ممكن برده تختارها بالشكل ده وتقول انتر، فبالتالي كده كل البار ماركس هو اختارها. ممتاز. بعد كده اعمل كليك يمين فايند، وبعدين اكتب 01 انتر، هتلاقي عندك 8. يبقى كده البار مارك اللي هو 01 ده في عندك منه 8 ديسكريبشنز. هقول له سيلكت اول، هيبتدي يختارهم لك بالشكل ده. تبتدي انت تعدهم واحده واحده، يعني هنا مثلا طبعا هنا الكروس سيكشن وهنا البلان. ما ينفعش تعد في الكروس سيكشن وبعدين تجمع عليهم البلان، هتعد هنا او هنا، ماشي؟ لان طبعا المفروض ان الكروس سيكشن بيتاخد من هنا، او العدد اللي في الكروس سيكشن ده متسمع في البلان، او العكس يعني. اظن انت فاهم قصدي. المهم تعال نبدا نشوف. هنا هتلاقي عندك هنا 360، وهنا 360، وهنا 360، وهنا كمان 360. تعال برضو ناكد، هنا هتلاقي عندك 360 360 360 360. يبقى كده احنا عندنا 4 في 360. تعال نفتح الآلة بتاعتنا، 4 في 360 يدي لك 1440. يبقى كده البار مارك ده مظبوط 100%. بنفس الطريقة هتقدر تختار أكتر من بار مارك على حسب بقى دقة المراجعة اللي أنت عايزها. تقدر تختار 2 3 4 وات ايفر زي ما أنت عايز، لكن طبعا الموضوع هيبقى مرهق جدا. يعني لو جينا مثلا على سيخ اللي هو 2160 العدد بتاعه اللي هو بار مارك 3، كليك يمين كده فايند ونكتب هنا 03 انتر، هتلاقي في عندك 50 بار مارك تقريبا. لاحظ معايا طبعا ما عدا الاخيره دي، فممكن اقول له كده سيلكت وامشي بقى على ال 50 دول وادور واجمع الاعداد بتاعتي. طبعا شيء مرهق جدا. طيب هل دي الطريقه الوحيده اللي اقدر اراجع بيها البي بي اس؟ لا طبعا، في طرق تانية. تعال نرجع للاي اس دي ونشوف باقي الطرق. طيب رجعنا تاني هنا للاي زي. لاحظ معايا هنا لو قربنا على البي بي اس هتلاقيني عامل هنا بعدين. البعد الاولاني قايس 294، والبعد الثاني قايس مسافه اللي هي 10 متر 299، وبين قوسين 35. ولاحظ معايا ان ال 35 دي هي اخر بار مارك عندي، يبقى انا كده اطمنت ان مفيش اي جابس في الجدول بتاعي. تعال نشيك كده واحده واحده، 1 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا. لاحظ معايا مفيش اي ارقام ساقطه في النص، تمام، وبالتالي يبقى انا كده الجدول بتاعي مظبوط 100%. طيب انا عملت الدايمنشن ده ازاي؟ تعال نشوف. الدايمنشن ده دايمنشن عادي، دايمنشن قايس من هنا لهنا، المسافه دي طلعت 294. تعال بقى نشوف الدايمنشن ده ازاي عد 35، او ازاي كتب بين قوسين 35. هنختار الدايمنشن ده ونيجي على الخصائص بتاعته، كنترول واحد لو هي مش ظاهره عندك. هتنزل تحته خالص هتلاقي في حاجه اسمها الترنتيف يونت او الترنت يونتس. طبعا في العادي هي بيبقى معمول لها اوف كده، وبالتالي هو البعد بيجيب لك بعد بالشكل ده. طبعا لو انت عايز تظهره في النص او يمين او شمال اكيد يعني الموضوع سهل من التكست. هنا انا مختار فيرست اكستنشن لاين عشان كده هو ظاهر اللي تحت هنا. طيب ممتاز، تعال نشغل دي كده هتلاقي ظهر لك ال 35. انت بتبتدي من هنا الالت فورمات تختار الديسمال بتاعتك او تختار انت عايز تعمل ايه. طبعا احنا عايزين نظهر الديسمال عادي، طريقه ظهور الرقم ده هيبقى عايزه بانهي طريقه، اكيد انتوا فاهمين الكلام ده. وعايز البريسيجنز تبقى كام صفر، انا بالنسبه لي مش عايز اصفار خالص،
وبعد كده اللي يهمني هنا هو الالت سكيل فاكتور. بتعمل ايه؟ بتكتب واحد على الرقم اللي مكتوب هنا اللي هو 294، اللي هو البعد بتاع او الارتفاع بتاع الصف الواحد. هتضغط كده هتبص تلاقي الرقم اتغير. ممتاز جدا. طيب تعالى برضو نشيك هنا مثلا على حاجة بسيطة. اخد الدايمنشن ده كده، اقول له كليك يمين اد سيلكتد، هقيس مثلا من هنا لهنا. طيب انا عندي كام صف؟ انا عندي 1 2 3 4. انا عايز بس اعمل تيست للكلام اللي احنا عملناه هنا. هاخد ده كده كليك يمين اد سيلكتد، واقيس مثلا من هنا لهنا، اطمن ان دي 210 هي كمان. ممتاز. وبعد كده اختارها تاني من هنا لحد هنا. طيب دلوقتي المسافة الكبيرة دي عبارة عن 840. طبعا لو احنا قسمنا 840 على 4 الاربع صفوف دول هيدينا 210 مظبوط، لكن انا عايز اكتب هنا بين قوسين 4. هعمل الكلام ده ازاي؟ اختار البعد ده كده واجي هنا على الخصائص بتاعته، انزل تحت خالص alternate units، اشغل اخليها on، طبعا هي decimal، واغير دي اخليها 0.1. وبعد كده الالت سكيل فاكتور اكتب 1 على 210، يبقى كده 4 صفوف، يبقى كده مفيش اي جابس هنا. طبعا كده كده هنا مفيش جابس، لكن انا بشرح لك بس الفكره اللي انا عملتها هنا. طيب ممتاز جدا، يبقى كده انا اطمنت ان الجدول بتاعي مفيهوش اي جابس. دي اول خطوه من خطوات المراجعه، ودي بنسبه كبيره بتخليك مطمن ان الجدول بتاعك عادت كل حاجه ومفيش اي اخطاء. طيب برضو عايز اتاكد اكتر، هعمل ايه؟ هتلاقي عندك هنا في حاجه اسمها reinforcement information، هتضغط عليها. تعالى كده نشيك على السيخ رقم 3 اللي هو عدده 260، يعني 2160 سيخ. تعالى نشوف السيخ رقم 3 ده فين، تعالى ندور عليه واحده واحده كده، او ممكن ترجع للكاد اللي انت مصدره وتشوف بار مارك رقم 3 فين. اهو بار مارك رقم 3 عباره عن سيخ طوله 12 متر. ماشي، بمجرد ما انا بقف على السيخ كده انتر تاني، معلش، مجرد بس ما انا بقف على السيخ من غير ما اضغط اي حاجه، لاحظ معايا هنا على الشمال ظاهر لك الخصائص بتاعته: بوزيشن نمبر 3، دايمتر 12 مللي، ستيل جريد A 400، والكفر طبعا طالما كاتب لك شرط كده يبقى الكفر بتاعك متغير، يعني كل سيجمنت ليها كفر مختلف. وبعد كده اللي يهمني النمبر اوف بارز 260، يبقى كده الشغل بتاعي مظبوط 100%. طيب تعالى برضو نراجع على بار مارك تاني، سي مثلا حاجة كبيرة برضو، بار مارك رقم 4 اللي هو 486. تعال ندور كده نشوف بار مارك رقم 4 فين. ادي عندي بار مارك رقم 4 اللي هو اللي السيرب. تعال كده نقف عليها بالشكل ده. لاحظ معايا عندي برضو على الشمال هنا البوزيشن نمبر 4، ديامتر 10، ستيل جريد A 400، وهنا الكفر ظاهر 50 لان الكفر اللي كان من جميع الجوانب واحد. وبعد كده اللي يهمني نمبر اوف بارز 486، يعني 486 زي ما مكتوب في الجدول بالظبط. ممتاز. تعال نشوف مثلا السيخ رقم 33 اللي هو ظاهر عندك كده 1440. تعال نشوف 33 ده فين. ادي السيخ رقم 33، هتقف عليه بالشكل ده، هيجي لك عندك على الشمال النمبر اوف بارز 1440. يبقى كده الدرس ده احنا اتعلمنا ازاي نراجع على البي بي اس بتاعنا باكتر من طريقة. اشوفكم الدرس الجاي.